ما حدش غلط فيك يا ساتر من الشهر طول السنه. انا حضرتك شتمت محمود طاهر بامه، عماد وحيد بامه، شتمت النادي الاهلي يا استاذ عبد العزيز، والناس كلها سياده المستشار طول السنه صبر عليك. صبر عليا تمام. صبر عليك. صبر عليا امرود يعني انت، وبتطلب منهم انهم يعتذروا. صبر عليا امرود الفرج عبد العزيز. صبر عليا في ايه؟ لا ازاي صابرين عليك؟ صابرين عليا في ايه؟ مفيش واحد طلع اتكلم عنك. انت بتكلم مرتضى منصور. انت بتكلم برضه النادي الاهلي. يا ريان ماليش دعوه بالنادي الاهلي، انا بكلم مسؤول في النادي الاهلي بيغلط يا استاذ عبد العزيز. ما يبقاش كل يوم حضرتك، ما يبقاش كل يوم حضرتك في التلفزيون.